ولاحظ دايما يحاولوا يصدروا لنا ان الارهاب ده اسلامي وان الارهاب ده من النصوص. وطبعا الابواق اللي هي يعني تنعق عن جهل او عن توظيف اني اخيرا ان مناهج الازهر هي سبب الارهاب. يعني لا يتحدثون عن اسرائيل، لا يتحدثون عن سجون اسرائيل، لا يتحدثون عن الابادات التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني او الكيان الصهيوني. حقيقة ما فيش دولة، الكيان الصهيوني لا يتحدثون ابدا عن تأثيره، وعن مع انه مخلب قط الارهاب. نعم. ولو لم يحدث هذا في الشرق عندنا، او لو لم يعني يتم العبث الذي حدث بالمنطقة من خلال الكيان الصهيوني، أنا أؤكد لك أنه ما كان ستكون هناك مشكلة، وكان الشرق الأوسط قد تقدم، وكانت المنطقة قد تقدمت، وأصبح الإنسان العربي الآن مثله مثل أي إنسان في الدنيا، يعني يستمتع بحياة طيبة وعلى الأقل يستمتع بحقه في السلام وفي الحياة. ولكن هذا أمر يعني إن شاء الله لو يعني عندنا فرصة سنتبين يعني لما اختير هذا المكان من ايام يعني الاستعمار البريطاني، وكيف انه خطط تخطيطا يعني ماكرا وخبيثا الى ابعد الحدود ليغرس هذا الخنجر في جنب الجسد العربي حتى ظل الجسد العربي مريضا. فكمان اخيرا للاسف الشديد يعني الطعم الاكبر والمسموم الذي ابتلعناه هو ان نشغل انفسنا بانفسنا. نعم. يستريح هذا الكيان، حد بيسمع من يوم سوريا والعراق واليمن وليبيا ومش عارف ايه والجحيم العربي والربيع العربي، حد سمع باسرائيل او بالكيان الصهيوني، او حد حتى فكر الناس دول؟ مع أني كل ده مخطط. نعم. مخطط، لأن حضرتك لو رحت تبحث عن سبب للي بيحصل ده، سبب معقول يعني فيما بيننا كعرب، لا يوجد أي سبب. أو فيما بيننا كمسلمين، بيننا وبين إيران وبين تركيا كمسلمين. نعم. أليست إيران مسلمة؟ أليست تركيا مسلمة؟ أليس العرب مسلمين؟ ما الذي يحدث لنتقاتل؟ لكن كله في النهاية ليصب في خدمة كيان معروف. نعم. هذا الكيان ما دام حيا نشطا ويعني قادرا على الحركة، فالوجه الآخر لهذا هو يعني أن يعيش العرب، لا هم أحياء ولا هم أموات. نعم. وزحف عن المسلمين، وخذ لبال حضرتك، ويعني المسألة لو احنا ظللنا هكذا المسألة مش هتقتصر على المسجد الأقصى، حيزحفوا نعم. على الكعبة، وحيزحفوا على المسجد النبوي. ده شيء في أذهانهم وفي مشاعرهم. أنا قابلت توني بلير، أو هو جاء زارنا هنا في 5/12، يعني شهر وشوية، وأنا قلت له بالحرف نقل بعض الدول لم أحدد في ذلك الوقت سفاراتها إلى مدينة القدس سيفتح أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق.